ياسمين، في أحلى من التسامح والتلاقي بين الأديان والثقافات المختلفة، خاصة لما يكون في وقت هلا عم نعيش فيه حروب واستقطابات عم تفرق العالم عن بعضها؟ هذا اللي أكده الخبراء، إذ يعتبر إطلاق مبادرة إشعال أضواء رمضان في قلب العاصمة لندن ضرورياً بهدف إذابة الاختلافات وتقريب المجتمعات والثقافات. صحيح ياسمين، تزامناً مع المبادرة وفي خطوة أخرى فريدة من نوعها، نادي تشيلسي الإنجليزي أعلن نيته لإقامة إفطار جماعي خلال شهر رمضان على أرض ملعب ستامفورد بريدج. وبينما يحاول البعض تكبير الفجوة بين الأقليات والطوائف الدينية، قامت كنيسة كاتدرائية مانشستر البريطانية وكاتدرائية برادفورد بتنظيم إفطار رمضاني ضم نحو 200 طفل من الأيتام. موقع thewilsoncenter.org شارك طرقاً لتعزيز قيم التسامح والتعايش في المدن الكبرى. حبيت التعليقات أو الأفكار اللي اقترحها. صحيح. أشار الموقع في البداية إلى أهمية توفير أماكن عامة آمنة مثل الحدائق، حيث يمكن للأشخاص من خلفيات عرقية متنوعة التفاعل مع بعضهم البعض.